فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. استدل به على أن العقل في القلب، العقل في القلب والقلب في الصدر، قد قال تعالى في كتابه الكريم: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أقول ذلك خلافا للأطباء الذين درجوا على أن يقولوا إن العقل في المخ وقالوا ليس في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في الحديث الآخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. فربنا يقول: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأهل الطب كثير منهم يقولون العقل في الرأس، العقل في الرأس، وكلام الله فوق كل كلام. قال تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. كانت لهم آذان لكن لم يسمعوا بها الحق، سمعوا بها الكفر والباطل. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، أي الأبصار وإن عميت ولم ترى أمور الدنيا، لكن قد يكون الشخص أعمى وهو ورع، فالعمى المؤثر على صاحبه غاية التأثير هو العمى، عمى القلب والعياذ بالله. ومن العلماء من يفرق بين العمى فيقول هو في البصر، والعمى بالهاء يقول في القلب، كما قال تعالى: فهم يعمهون. فقال العمى يكون في القلب والعمى يكون في البصر، ولكن قد يحصل تناوب كما هو معلوم.